كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد رفع العمامة عن جبهته. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد رفع العمامة، يرفع العمامة حتى الجبهة تكون على الأرض بسجود كامل متمكن. لو كانت العمامة نازلة ربما لا ينال الجبهة كل الجبهة هذا السجود. لذلك استسلم إذا سجد رفع العمامة إلى علو حتى يكون سجود كامل. هذا أيضا من السنة. لكن لو ما رفعها وسجد وأصاب الأرض جزء من جبهته فقد حصل ركن السجود وصحت صلاته، لكن كمالها، كمال هيئة السجود، سنية السجود أن يسجد سجودا كاملا على كامل الجبهة. نعم.